بسم الله، دلوقتي هنتكلم على البيم وازاي نستفاد منه في المشروع بتاعنا وازاي نقدر نتحكم في المشروع من خلال البيم. زي ما احنا شايفين النهارده في مشاريع كتيرة جديدة ومعقدة وليس لها مثال سابق، فمحتاجين البيم على اساس ان احنا نتأكد من تكلفة المشروع ونتأكد من ان احنا شفنا الكلاشات كلها وحليناها ونعمل محاكاة ليها بحيث نتأكد انها هتصمد امام العوامل بتاعة البيئة اللي موجود فيها المشروع. مثلا مشروع زي دوت حاجة أول مرة تتعمل، فتخيل ده ما يتعمل تاخد فيه سكاشن هتبقى عاملة ازاي، فيعني صعب جدا ان انت تعمله بالطرق التقليدية زي الكاد. هنبدأ نتكلم على تعريف كلمة البيم. البيم هو Building Information Modeling او Building Information Management. Building يعني احنا هنا بنتكلم في المباني، مش بنتكلم في حاجة عامة مثلا الكات تقدر ترسم بيه، طائر ترسم بيه ملابس، انما هنا بنتكلم في المباني، والمباني بتشمل المدن وبتشمل مبنى السكن اللي انت فيه وبتشمل اثناء عملية البناء وبتشمل المبنى بعد ما اتبنى تقدر تستفاد من البيم فيه. انفورميشن لازم تحط المعلومات، لو انت محطتش المعلومات الصحيحة اللي مدير المشروع ممكن يحتاجها فانت كده مش عامل بيم، انت كده عامل حاجة ثلاثية الأبعاد شكلها حلو. المانجمنت او الموديلنج، الموديلنج انت بتعمل حاجة ثلاثية الأبعاد، ما ينفعش المعلومات تكون ثنائية الأبعاد او مكتوبة او اكسل، لازم تكون اكس واي زد وتقدر تضيف لها بعد رابع وخامس وسادس. المانجمنت انت بتستخدم المعلومات ديت في ان انت تدير معلومات تدير المشروع وتقدر تستفاد من المعلومة وقت ما تحتاجها. فاحنا بنلاقي ان البيم سمارت، عناصر ذكية، عناصر متفاعلة مع بعض، بيكون في الداتا موجودة، تقدر تعمل سيموليشن لأي حاجة انت عايزها وتقدر تستفاد بالموديل ده في أكتر من حاجة. على سبيل المثال مثلا ده عنصر من العناصر شباك، بنلاقي فيه اليو فاليو، بنلاقي فيه البروبرتيز، بنلاقي فيه الكوست، بنلاقي فيه البارامتر، بنلاقي فيه موقع الشركة، بنلاقي الاي دي بتاعه، بنلاقي كل المعلومات اللي الراجل بتاع الصيانة يقدر يحتاجها يلاقيها موجودة. فده بيغنيني ان انا يبقى محتفظ بملفات كاد ومحتفظ بملفات بي دي اف واعمل سيرش وملهاش وهكذا. الموديلنج بنبدأ نعمل موديل، الموديل ده مستو ان انت من اول مرحلة بيبقى فيه كل المعلومات وبتعمل ابديت للحاجة، مش بتستغله في مرحلة وبعد كده بترميه وتعمل واحدة تانية او بيحصل هدر، لا هو موديل واحد فتقدر تنقله من مرحلة لمرحلة وتستفاد منه. يعني تستفاد منه مثلا في مرحلة انت لسه بتحط الكونسيبت وبعد كده تستفاد منه في الديزاين، تستفاد منه في الاناليسيس، في الدوكيومنتيشن، في الكونستراكشن، كل المعلومات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها موجودة وكل مرحلة بتضيف عليه. فأي عنصر بيبقى فيه انفورميشن وبيبقى فيه بروسيسز، فيه عمليات بنعملها، فيه تكنولوجي بنعملها. البيم مش برنامج بيسطب، لا هو تكامل لمجموعة عناصر نقدر من خلالها نتبنى البيم. فلازم يبقى عندنا معلومات كويسة تحط في المكان كويس بواسطة أشخاص كويسين في الوقت المناسب. الورك فلو بتاعنا إن احنا بيبقى عندنا العناصر وفي معلومات موجودة بتيجي لنا، بنبدأ نحطهم كلهم مع بعض بحيث إن ما بقاش في واحد وصلت له معلومة والآخر ما وصلوش معلومة. في أي وقت بتفتح وتاخد المعلومة اللي أنت محتاجها من قلب الموديل، ما نقعدش نبعت RFI كتير بين الشركات وبين الأقسام وبين الناس اللي شغالة في الموقع والناس اللي شغالة في السايت. فبيبقى فيه تواصل وبيبقى فيه هو مصدر واحد المعلومة مش أكتر من مصدر، نقدر نحلل المعلومات، نقدر ناخد القرار، نقدر نتواصل مع بعض بشكل أفضل. فالإحصائيات بتقول إن في مشكلة في الكولابريشن، في نقص في المعلومات، في مشاكل بتحصل، إنما لما بنستخدم البيم الكواليتي بتزيد، الوقت الشغل بيتم في الوقت المناسب، فده بيشجع الناس. زاد ان في تكنولوجيات كتيره ما كانتش هتدخل الا من خلال بيم زي الفيرتشوال رياليتي، الرياليتي، الكلاود كولابريشن، الداتا اناليسيس، كل الحاجات دي لما استخدمنا البيم قدرنا نستخدم الفيرتشوال رياليتي ونستخدم الاوجمانتد رياليتي. تعال نشوف الفيديو دوت.
بنجد ان كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها موجودة في مكان واحد، فسهل تحصل عليها ايا كان السوفت وير، بس هو في مكان واحد بيبقى مجمع فيه المعلومات تقدر تلاقيها بسهولة. فده بيساعدنا ان احنا نتخذ القرار المناسب، مبقاش فيه مشاكل كتيرة، مبقاش فيه ار اف اي كتيرة، مبقاش فيه مشاكل كتيرة. هو كل شوية بنبدأ مرحلة بنزود المعلومات لحد ما ينتهي البناء ونسلم المشروع، وحتى بعد ما نسلم الناس اللي هي شغالة في الاوبريشن بتستفاد منه. فزي ما انت شايف الحاجة الثلاثية الأبعاد بتقدر الناس تفهمها كويس جدا، حتى الناس اللي هي مش في التخصص بتقدر تقول لك أنا موافق على دي، لأ دي فيها مشاكل وهكذا. الكلاشات سهل إن احنا نناقشها بسهولة في قلب الاجتماع، بحدد له مشكلة مشكلة ونبدأ نشوف اتحلت ما اتحلتش، بيبقى الموضوع أسهل بكتير بدل ما كنا بناخد معانا ورق كتير. لأ هو في اللابتوب على طول بنبدأ نشوف المشاكل ونحلها ونوجد حلول وهكذا. تقدر وانت في قلب الموقع تفتح كل اللوح وتشوفها، ومن خلال التابلت برضه تقدر تشوف الاريا، تقدر تشوف اي معلومة انت محتاجها. البيم لايف سايكل موجود في كل مراحل المشروع، من اول ما تبدأ في الفكرة وتبدأ تخش في البناء الاستخدام المينتنس، كل الحاجات دي بيبقى البيم موجود معاك. في عندنا كذا ليفل في البيم، فشركات كتيرة شغالة في ليفل زيرو انها ما عندهاش بيم، ما فيش ستاندرد، ما فيش كود، ما فيش اي حاجة خالص. ليفل وان بيبدأ بقى يبقى فيه يعني نموذج ثلاثي الابعاد، بس ما فيش ان كل ديسيبلين شايف الديسيبلين الاخر. يعني ممكن يكون المعماري ثلاثي الابعاد والام اي بي بياخد الحاجه اوتوكاد، ففي نقص هنا. ليفل 2 احنا عندنا كل ديسيبلين معمول له الموديل بتاعه وعامل لينك بينهم وبيقدروا يشوفوا بعض. الليفل 3 ده بيبقى شغال بالاوبن بيم وشغال اي بيم، وفي انتجريشن قوي بين الاقسام. حتى الان الناس واقفه عند ليفل 2. فانت بتلاقي ليفل 0 شغالين بورق مفيش نظام، ليفل 1 كل واحد شغال بس ممكن يكون مفيش تواصل بينهم، هنا في ليفل 2 في تواصل كبير جدا بينهم. الليفل 3 هيبقى اذكى واقوى، بس حتى الان ما حدش وصل. اتمنى لما تكون تسمع الفيديو يكون الناس وصلت له ان شاء الله. فاحنا هنا بنتكلم ان احنا عندنا 2D اللي هو خاص بان انت بتشوف لوح كات اكس واي، 3D بنضيف عليه بعد الزد، ال 4D بنضيف بعض التايم بحيث ان انت تشوف المبنى وهو بيتبني، تشوف المراحل بتاعت البنى بتاعت المبنى. ال 5D بيبقى فيه كوست، بتبدأ تقدر التكلفة قد ايه. ال 6D يعني في اختلاف فيه، بس هو انا بقول ان هو sustainability. وال 7D اللي هو الفاسيلتي مانجمنت. ال sustainability اللي هي الاستدامة، بان انا بشوف افضل تصميم المبنى يكون صديق للبيئه. الفاسيلتي مانجمنت ان انا ادير المبنى اثناء ما هو شغال. ده هنا الفور دي تبدا تشوف القواعد بتتحط، وبعد كده الدور الاول الدور الثاني وهكذا. الحاجات اللي هي موجوده في البرومافيرا والام اس بروجكت، بدل ما هي مكتوبه بشكل نص كده محدش قادر يفهمها، لا بتربطها بالمبنى ثلاثي الابعاد بحيث تشوفها، فكل الناس دي تعرف الموديل هيتعمل ازاي. ده مثال اهوت في البداية، وبعد كده بتبدأ تتبني وهكذا لحد ما يوصل للشكل دوت. ده الفور دي تبدأ تشوف وتقدر تحرك المكن بحيث ان انت تشوف هيتعمل ازاي بالتفاصيل بتاعته. في عندنا حاجة اسمها LOD، ده مصطلح مهم جدا، وهو التقدم اللي هيبقى موجود. ليفل اوف ديفلوبمنت، في بعض الاكواد بتقول ليفل اوف ديتيل. الفرق بينهم الليفل اوف ديتيل احنا بنتكلم في الشكل بس. الليفل اوف ديفلوبمنت بنتكلم في الليفل اوف ديتيل،
وليفل اوف انفورميشن ال او اي. يعني الليفل اوف ديتيل بيتكلم في شكل بس، ال او دي ديفلوبمنت بيتكلم في الشكل وفي المعلومات اللي موجوده جواه. كل مرحله من المراحل بنبدا نحط معلومات. يعني هنا بس التسليمه، اول تسليمه ما ينفعش احط له كل المعلومات وكل الشغل، بناخد وقت كتير وفي الاخر يقول لك لا مش هو ده شكل انا عايزه. فانا بدي له الكونسبت، يعني مثلا بنعمل مسجد فانا مش حاطط اعمده خالص، ممكن يقول لا انا عايز عندان في قلب الجامع، خلاص بحط له الاعمده، او هو العكس. فببدا اديله بس الكونسبت ومبحطش مقاسات، ونبدا نشوف الراي بتاعه ايه. وبعد كده بندخل مرحله تانية بنحط فيه الدايمنشن والشكل. المرحله ال ال دي 300 بنبدا نحط حاجات ادق ونحط الماتيريال وهكذا. ال 350 بنبدا نشوف الحاجه هتتركب ازاي. ال او دي 400 ده اللي هو الشوب درونج، ال او دي 500 ده الاسبلت، في 600 اللي هو اثناء التشغيل اللي هو الاوبريشن، اللي هو واحنا شغالين اصلا في الفندق، في واحد قال لك افتح الغرفتين دول على بعض وهكذا، فعملنا التعديلات دي فبطور الموديل بتاعي. زي ما انت شايف ال او دي 100 بيبقى مجرد شكل خالص، ال 200 ببدا احط بقى الدايمنشن، ببدا 300 ازود المعلومات، 350 ببدا اشوف حاجه تعمل ازاي، ال 400 هيتركب ازاي، وببدا احط الديتيلز. في كتاب كويس قوي هو دوت بينفورم.org شرطه ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت، ده لما تحمله يقول لك كل عنصر من العناصر ايه التفاصيل اللي هتبقى موجوده فيه. دي اهم الامتيازات اللي موجوده عند المعماري، ان هو مثلا ريديوس دوكيمنت ايرور، دي احصائيه موجوده بنشوف كل قسم مهتم بايه. غالبا المعماري بيبقى بيستخدم موضوع السكاشن، بيستخدم موضوع الافيشن، لان الحاجات دي كانت بتاخد منه وقت كتير، دلوقتي مش بتاخد وقت خالص. بالنسبه للمهندسين اكتر حاجات بيستفادوا منها مثلا الريبيت بيزنس، تقليل الريورك، الاونر قال لك الدوكيمنت ايرور دي حاجه كويسه بالنسبه له من هو قل خالص، ريديوس ريورك طبعا مهمه بالنسبه له. اهميه البيم او الاستفادات من البيم، ان احنا بنقلل الاخطاء، ان احنا بنعظم القيمه بتاعت الانتاجيه، في فهم اكتر للمشروع. ده مثلا مشروع من المشروعات بقى سهل جدا ان احنا نعمل حاجه برامتر او براماتيك، بحيث ان انت بسهوله بتغير رقم يتغير الشكل، وتبدا تشوف القيم بحيث ان انت تختار افضل شكل يوفر ويعمل راحه للمستخدم. اهم حاجه بالنسبه لنا المستخدم النهائي. طبعا في انتجريشن كبير جدا في الشغل بتاعنا، بالذات مثلا في موضوع الفابريكيشن، ان انت مثلا بتحط قطعات معينه، بنصنع الحاجات دي في المصنع وبعد كده نحطها في الموقع ونركب، بس كانك بتركب مكعبات. لان لما تعمل حاجات في قلب الموقع لازم تحصل مشاكل، وتحصل حد مثلا يحصل اصابات، لان المكان غير مخصص للبناء. فاحنا بنعمل حاجات في المصنع ونركبها بيكون افضل بكتير. فالبيم بيديني فهم جامد جدا للمشروع، فاثناء الميتنج كلنا فاهمين، واحنا شغالين في الموقع في الاجتماعات بيبقى سهل جدا ان احنا نشوف اي حاجه مش واضحه نبدا نشوفها 3D. طيب بالنسبه للمشروع في عندنا كذا نقطه. في مثلا المشروع بيبقى مهم بالنسبه لنا موضوع السكوب، انت هتشتغل في ايه، الحاجات اللي انت هتشتغل فيها. لو السكوب بتاعك من غير ما تلاحظ خدت حاجه اضافيه، فانت بتكلف في الشركه كتير وفي نفس الوقت مش تبعك، فلازم تكون السكوب بتاعك واضح. التايم لازم الوقت بتاعك يكون محدد، اغلب المشاريع بتاخد وقت اطول من الوقت المتفق عليه، يعني تكون متفق على سنه وتاخد سنه ونص سنتين. الكوست برضو بتضرب معانا، الكواليتي الجوده، الريسورسز مين الخامات والاشخاص اللي اشتغلوا معاك، الريسك، لازم الحاجات دول تقدر تديرهم. والحمد لله البيم شغال في الست دول بدون اي مشاكل خالص، يعني الست دول موجودين في البيم. وكل كتب دلوقتي حاليا اللي بتتكلم على البروجكت مانجمنت بتتكلم ان انت البيم لما تستخدمه بيسهل لك شغل كتير جدا. فبتلاقي ان الكوست والتايم، التايم بيقل والكوست بيقل، فده بيخلي الشغل بتاعك افضل وبيدي فوائد اكتر للمالك. بيلاقي ان الشغل بتاعه لأول مرة بدل ما كان بياخد وقت أطول، لأ بياخد نفس الوقت وإن لم يكن أقل.
من ضمن الحاجات برضو الممتازة، أي حد شغال في إدارة المشروعات بيسمع عن المصطلح دوت Work Breakdown Structure. عشان أتحكم في المشروع ببدأ أقسم المشروع بتاعي لإريات، لسب إريا، لزون، لسبيس، لحد ما أوصل لأصغر حاجة. لو أنا شغال في الكاد ما بقدرش أتحكم في الحاجات ديت، إنما لو أنا شغال في البيم بقدر أعمل البرامتر، والبرامتر ده أديله الأرقام بحيث نفس الأرقام الموجودة في البلانينج، بحيث إن أنا أقدر أتحكم وبعرف كل عنصر موجود فيه. ففي أي لحظة ممكن أقول له أنا عايز أشوف العنصر دوت أو المجموعة العناصر ديت، فأبدأ أشوفها 3D وأبدأ أفهم ترتيب الشغل بتاعي. لو احنا جينا نبص كده البي ام بوك والبيم، هنلاقي البي ام بوك مركز على بعض العناصر، وهتلاقي كل العناصر دي موجودة في البيم. يعني مثلا هو بيتكلم في موضوع السكوب، احنا عندنا element base. يعني بيتكلم في موضوع التايم هو الفور دي، الكوست هو الفايف دي، الكواليتي الكاش سيكشن لو انا متأكد ان انا ما عنديش كلاشات، ده بالنسبة لي كواليتي، مش هبني حاجة وبعد كده اكسرها. الاتش ار اللي هو الكولابريشن بين الاطراف، كوميونيكيشن، الريسك برضو موجود، البروكيورمنت هو الكوانتيك اوف. وعلى فكرة البي ام بي الاصدار السادس كان بيتكلم في البروكيورمنت، ان انت تشتغل بالبيم. الانتجريشن، احنا عندنا انتجريشن بروجكت ديليفري، وده من افضل انواع التعاقدات وانت شغال في البيم. اهو هنلاقي ان عندنا اطراف المشروع ممكن يكون في معلومة وصلت لطرف ما وصلتش للاخرين، ده في الاسلوب التقليدي ان هو بعت ايميل، ولو بعت ايميل لكل الاطراف المشروع هيجيله رسالة يقول لك انا الجزء ده مش تبعي، فهو بيبعت لبعض الاقسام وممكن ينسى يبعت لحد، فده بيعمل مشكلة. انما لما بتشتغل انتجريشن بروجكت كولابريشن بيبقى كل الناس موجودة وكل الناس بتقدر تستفاد، وطبعا الاستفادة الاكبر للمالك وللاند يوزر، هو بيستفاد ان احنا عملنا مبنى مريح والتصميم بتاعه كويس. البيم كولابريشن، الكوربريشن بيعمل حاجات كويسه جدا، بيعمل سبورت، بيعمل اكشنج. لازم يكون المسؤوليه موقعه علينا كلنا، مش كل واحد بيرمي المسؤوليه على الاخرين. فاحنا بنلاقي عندنا حاجه اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هو عباره عن ايه. لو احنا كده جينا نبص على رقم واحد، قدرتي ان انا اعمل تغيير في الاول تبقى كبيره، بعد كده كل شويه بتقل. يعني اتنين، التكلفه التعديل، تكلفه التعديل في الاول بسيطه بس بعد كده بتزيد. لو انا جيت اعدل في اخر المشروع خلاص انا اشتريت الحاجات، في التكلفه بتبقى صعبه شويه. لو جينا نبص على رقم ثلاثة، دي الطريقه التقليديه ان انت بتبقى شغال في الاول ما تحطش معلومات كتيره، بس بعد كده بتبدا تحط معلومات وبتبدا تاخد القرارات وتلاقي نفسك في اخر المشروع. انما في البي ده هنا الاسلوب الحديث، ان انت كل الحاجات بتحطها في اول مشروع، فلو عندك اي تعديلات يبقى سهل تعدل وتكلفتها قليله. انما لو استنيت لاخر مشروع بتلاقي ان انت صعب ان انت تعدل. فالاسلوب الحديث البيم يكون افضل بكتير. الاي بي دي هو لازم تشتغل باسلوب البيم، عندك 3D وعندك داتا كولكشن وانفورميشن اكسشينج، كلنا بنحتاج المشروع، وده بيخلينا من اول المشروع نبقى عارفين كل اطراف المشروع، عارفين من الفاسيلتي مانجمنت، معروف من السستينابيلتي، كلهم بيحضروا الاجتماع، ما بنستناش لحد اخر المشروع عشان نبدا نتعرف عليهم ويبداوا يشتغلوا معانا. فاحنا عندنا بعض العناصر اللي بتساعدنا ان احنا نطبق الاي بي دي كويس، ان يبقى في ثقة بين الاطراف كلها، ان الفوائد او البنفت او الجوائز بتعود علينا كلنا، بنتشارك اتخاذ القرار، بناخد اي تعديل بنبدأ نتناقش فيه، والاهداف بتبقى معروفة في الاول، وفي تواصل مباشر بين الاقسام كلها. فده بيساعدنا ان احنا نقلل المخاطر وان احنا نطلع الشغل بتاعنا يكون كويس. طبعا دي ورقة مهمة جدا، ليه؟ عبارة عن ايه؟ استخدامات البيم. لازم كلنا نكون متفقين ايه استخدامات البيم. طبعا اكتر واحد بيفتينا او اكتر واحد بيفيدنا في الموضوع دوت هو المالك، هو اللي معاه فلوس، فبنقول له احنا البيم ممكن يعمل الحاجات دي كلها، لان هو ممكن يقول لك انا عايز اطبق بيم. طب انت بالنسبة لك الانرجي اناليسيس مهم؟ لا. طب بالنسبة لك الريفيو مهم؟ بالنسبه لك الاستراكشر اناليسيس مهم؟ طبعا الحاجات دي كلها مهمه، بس ممكن يكون هو مركز على جزء معين، فاحنا بنقول في حاجات ما فيهاش مناقشه، تمام، زي 3D ديزاين، زي الداتا فاليديشن، زي الكوست استيميشن، الحاجات دي لازم هنعملها لك. انما في حاجات اختياريه، حاجات خاصه مثلا بالسستينابيلتي،
ممكن يكون هو تركيزه كله على وقت معين وكوست معين، فنبدأ نشوف الحاجات الخاصة بالتايم او الكوست. كل اطراف المشروع لازم تبقى عارفة التركيز على ايه، بحيث ان احنا هدفنا واحد والفوائد لكل مش لطرف واحد. فبنبدأ نعمل حاجة اسمها اي اي ار، بنقعد مع المالك ونتفق معاه ايه الحاجات المهمة بالنسبة لك وايه النقط الأساسية employer information requirement. وبعد كده بنعمل بيم اكشن بلان بري كونتراكت، يعني قبل ما بنمضي العقد بنوريها له. ممكن يكون هو قايل لكذا شركه فبيبدا يقارن بينهم ويشوف ان الافضل ليه. ولما بنتفق ونمضي العقد بنعمل بوست كونتراكت بيم اكشن بلان فيها تفاصيل اكتر. يعني في اول مره مش هكتب اسامي الموظفين اللي عندي ولا نمرهم المفروض تتصل بيهم، انما بعد كده ببدا اكتب له ارقام رؤساء، ارقام تليفونات رؤساء الاقسام عشان يبقى فيه تواصل اسهل، والايميلات بتاعتهم بحيث ان يبقى فيه تواصل، وبنكتب تفاصيل اكتر عن اللي كانت قبل كده. يعني بنحط كل الحاجات، ما بنشيلش حاجه بس بنضيف تفاصيل اكتر. برضو من فوائد البيم ان احنا بنبقى مخططين جدا للمشروع، وبنبدا نشوف اللوجيستيك بلاننج هيبقى عامل ازاي. البروكيورمنت بتعرف ايه الحاجات اللي انت هتستخدمها وهتحتاج الماتيريال امتى، فهتبقى محدد من قبلها فترة وبعت لهم انا محتاج الحاجة دي في الوقت الفلاني. وطبعا لما تشوف الحاجة فيجوال بتبدأ تعرف ايه اللي انت محتاجه وتقدر تتواصل مع الناس. ومن ضمن الحاجات ان انت لو في مكان موجود قبل كده بتعمل 3D ليزر سكان. بعد ما تخلص الشغل بتاعك برضه ممكن تستخدم 3D ليزر سكان عشان يبقى معاك موديل مطابق للي موجود. فالبيم لو انت استخدمته كويس هتعمل حاجة من اول مرة. لو انت حليت كل الكلاشات فانت هتروح الموقع مش هيجيلك RFI، مش هيجيلك اسئلة، مش هيحصل مشاكل، لا هتركب على طول، وهتلاقي ان الديزاين هو الشوب دروينج هو الاسبلت ان لم يكن حد هناك بيفتي. ومن الحاجات الجميلة جدا ان انت ممكن تلون المشروع بسهولة، يعني مش هتبدأ تمسك عناصر وتلون، لا هو انت بتقول له شوف اللي التاريخ بتاعه اتنفذ علمه باللون الاخضر، اللي شغال دلوقتي اديله لون معين، اللي لسه ما اتعملش اديله لون هكذا. فهتقدر ببساطه جدا تبدا تدي الوان، وكل ما يتغير المعلومات هتلاقي الالوان بتتغير اوتوماتيك بحيث الناس تفهم منسوب الشغل اللي عامل ازاي، الشغل واصل لفين بالشكل دوت. هو بيشوف التاريخ ويبدا يدي الوان، وتقدر تعمل مقارنه بين الاكشوال والبلانت فيقول لك ان في جزء مثلا لسه ما اتعملش. اكتر حاجه بتهم المالك الريتيرن اوف انفستمنت، هو دلوقتي بيستثمر فلوس فعايز يشوف العائد. فالحسابات بتقول ان في عائد كبير جدا لما بتستخدم البيم، بيوفر لك الفلوس وبيديك امكانيه حلوه ان المالك يفهم المشروع من قبل ما يخلص، فيقدر في اول مشروع يقول لك لو عنده اي تعديلات يقول لك عليها فتقدر تعملها اثناء التصميم مش اثناء التنفيذ. فاحنا بنلاقي ان احنا لما بنشتغل بتكنولوجيا البيم بنلاقي ان احنا بنقلل الريورك وبنحسن السيفتي وبنقلل التكلفة وبنعمل حاجة في التايم بتاعتها وبنضيف جودة افضل وبنعمل شغل اسرع. فزي ما انت شايف الراجل لما تيجي توريله الشغل بالطريقة ديت يقدر يقول لك اذا كان الكلام ده مناسب ليه، لا مش مناسب. ممكن هو مثلا يقول لك لا ده انا عايز بتعمل لي صورة هنا مش عايز الجيران تشوفني مثلا، او انا عايز احط حمام السباحة فوق تحت. فبتلاقي ان هو بيتفاعل معاك ما يستناش لاخر المشروع. الادوات دي انا فعلا استخدمتها في مشاريع وكانت جميلة جدا، وكان اي حد بيشوفها بيعجب جدا بالفيرتشوال رياليتي مع البيم. ففي الاجتماع بنقدر نشوف ونتخيل ان احنا موجودين في قلب الموقع، فبيدينا امكانية ان اي حد يشوف مشكلة ما يستناش لما تحصل ويبدأ يحاول يفكر في حلها. فاحنا عندنا حلول كتير جدا بتقلل التكلفة، بتقلل المخاطر، بتعمل شغل افضل، بيبقى فيه كولابريشن افضل، بيبقى فيه كلاش ديتكشن، بيبقى فيه فيور افضل. تبدأ تشوف التكلفة هتبقى في شهور قد ايه، تعرف مثلا انت مخصص ليك مليون، المليون دول هيكفوا مش هيكفوا، هتفضل واقف عند شهر ايه، بيحللك كل المعلومات الخاصة بالكوست. فانت هنا مثلا بالديزاين مش مجرد عمود بس، لا ده انا عمود ده مثلا يبقى فيه
ريبار، في فريم ورك، في كونكريت، في كلادينج، فتبدا تحسب تكلف كل واحده من دول. طب العمال هتبقى قد ايه؟ فده بيديني دقه شديده جدا في التكلفه ودقه شديده جدا في الوقت. البري كونستراكشن بروجكت فيجواليزيشن، بتبدا تشوف المشروع بشكل جميل، تقدر تشوف فين الكلاشات وتحلها بحيث ان احنا نديله موديل زيرو كلاش. في امكانيات حلوه جدا في البرامج، تقدر تقيس، تقدر تبقى فيه انتجريشن، تقدر تتبادل المعلومات مع الناس اللي شغاله معاك. يعني اعتقد بعد ما الناس شافت الحاجات ديت صعب تاني ان هو يرجع يشتغل بالاساليب القديمه، لان هي اكبر تقنيه حصلت في صناعه البناء هي البيم، هتخليك تقلل لك التكلفه، ودي طبعا مهمه جدا، وتقلل لك المخاطر اللي موجوده. كفايه ان هو بيقلل عدد الساعات اللي موجوده في المشروع، بدل ما الناس هتشتغل شغل وبعد كده تكتشف مشاكل فتهد وتبني تاني، لا هو دايركت من اول مره بيركب ما بيلاقيش مشاكل. فاحنا بنلاقي ان المشاكل بتقل، الناس اللي بتشتغل بتبقى مستريحه. يعني من اول حتى لما يستلم شغل من الاستشاري خالي من المشاكل، ده بيبقى افضل بكتير. موضوع الاسكادول، الشغل هيبقى ماشي ازاي، بيبقى افضل. الناس تقدر تتخيل مثلا ان انت شايف الجزء اللي تحت ده بس، فمتبقاش قادر تفهمه، انما لما تشوف حاجه 3D او 4D بيبقى افضل بكتير، والناس كتيره بتبقى فاهمه الشغل هيبقى عامل ازاي. ده اليوم كذا هيبقى حصل في كذا، اليوم اللي بعديه حصل فيه ايه، الشغل الموجود، التطور بتاعه اللي كنا مصممين له اللي اتنفذ فعلا بالشكل دوت، ويقدر يقول لك اللي اتنفذ واللي ما اتنفذش، وتقدر تشوف تقارن بين المخطط ليه واللي اتنفذ، وتعرف ايه اللي احنا متأخرين فيه. ده اجتماع من الاجتماعات، فبتبدأ تشوف سير العمل هيبقى عامل ازاي، الحاجة هتنفع تركب ولا لأ. لو في عمود اتبنى وهيسد عليك الشغل، فتقدر تبقى عارف ان انت لازم تدخل الحاجة دي قبل ما تعمل عمود، فده من نوع من انواع الكلاشات. في عندك كلاشات اللي هي بتبقى اسمها هارد كلاش، حاجة خابطة في حاجة، وفي سوفت كلاش، هما مش خابطين في بعض بس ما ينفعش تركبه حسب الكود، فبرضه موجودة في قلب البيم، ان انا اقدر اكتشف مثلا ان في كهرباء قريبة من مية. في الفور دي كلاش، ان حاجات ما ينفعش تركبه في نفس الوقت، او في حاجة المفروض تبقى قبل حاجة، فده من نوع الكلاشات اللي هو بيكشفها برضو البيم. فهو هيزود لك الانتاجية بتاعتك، وهيزود لك البري فابريكيشن، وهتقدر تستخدمه في الديزاين، هتستخدمه في البروكيرمنت في المصنع، هتستخدمه في الاسمبلي. لو في اي مخاطر هيبدأ ينبهك ليها، يعني ممكن ينبهك ان في مثلا مكان مش محطوط له حاجز ممكن الناس تقع منه. تخيل شكل ال 2D سيفتي بلان مش مفهوم، انما ال 3D فيو كل العمال هتفهمه، فهتقدر تفهم الحوادث ممكن تحصل ازاي وتتجنبها. وده بيعمل لي هازارد اناليسيس، في اداة بتعمل كده وتنبهني للمشاكل الموجودة. هنا برضو بينبهني ان في مكان مفتوح مثلا ممكن الناس تقع منه، فبتعمل نقلة جامدة في صناعة البناء، بتسلم الموديل للناس بشكل كويس جدا. ده مشروع من المشروعات اللي موجودة في الصين، برج كبير اهوت، ده قدروا يوفروا كتير جدا، اكتشفوا 90% من المشاكل، فده قلل نسبة الريورك والمشاكل 65%. طبعا الأرقام دي أرقام حقيقية، وأرقام يعني أي حد بيسمعها في إدارة المشاريع بيبقى معجب جدا بيها، ويبقى عايز يتنفذها عنده في المشروع، لأن يعني دي حاجة تبقى كويسة جدا. دي أسامي الملفات، وأنت شغال في الموقع بتقدر تستفاد من المعلومات وتتبادل المعلومات مع الناس اللي شغالة في الأوفيس، تقدر تبقى شايف كل مرحلة أو كل جزء من أجزاء المشاريع أو كل روم سبيس فوليوم، وده هو المكان والأجزاء اللي هتركب معاه. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله تستفادوا من الكلام اللي